والله شايفك اللي كان نفسك تطبل لما سمعني على الشوط الاول اللي الفرقه عملته، شايفك والله، وشايف ان انت كان نفسك تقول ان الراجل اثر على الفرقه وشغل التكتيكي بدا يظهر، والراجل بصماته الفنيه بسم الله ما شاء الله بدات تظهر من اول تمرينتين نزلهم مع الفرقه بالراحه بالراحه وبالمنطق وبالهدوء. طب لو الراجل اثر على الفرقه الشوط الاول، طب بالنسبه للشوط الثاني بقى فين البصمات وفين التكات وفين الحاجات الحلوه اللي كانت موجوده الشوط الاول؟ بالراحه. شفت الموضوع سهل جدا وبسيط. ما تقعد بقى نتكلم على دي مباريات تعرف المدير الفني الجديد بيتعرف بيها على اللعيبه، واللعيبه بتحاول تثبت للراجل ان هي تستحق مكان اساسي. اتكلم بالحاجات دي، ده العقل والمنطق والاساسيات والابجريات اللي كنا عارفينها في عالم كره القدم. مديرك الفني الجديد بتدي له خمس ست ماتشات اللي بيتعرف عليه فيهم، وهو بيتعرف على الاداء وبيتعرف على اللعيبه جوه الملعب، وبيتعرف على مين اللاعب اللي بتاع مباريات ومين اللاعب اللي بتاع تمرين. ده مفترض ان احنا عارفينه من زمان. انما احنا في عصر الاعلام التطبيقي لاي حاجه بتحصل حتى لو مدتها 45 دقيقه ونقعد نقيم على مدرب، الكلام بقى غريب شويه. فبتلاقي ان في تقييمات كتيره قوي بتطلع على 45 دقيقه، والله الاداء مختلف يا كابتن شوبير، والاداء فيه شغل كويس وفيه حاجات حلوه قوي بتحصل جوه الملعب. طب يا جماعه ما نتكلم بالراحه ونتكلم بالمنطق، ما كل ده بيحصل مع اي مدير فني جديد وبينزل بيمسك الفرقه اول خمس ست ماتشات اللعيبه بتثبت ان هي جامده وبيكسبوا اي حد، وبعد كده لما اللعيبه بتقع شويه المدرب بيقع معاها واحيانا ما بيعرفش يقوم. فنقعد بقى نتكلم بالراحه وما نطبلش للراجل وما نعملش منه ريني فايلر جديد وما نعملش منه بديل مانويل جوزيه جديد وخليفه مانويل جوزيه في افريقيا. بالراحه وبالمنطق وما نحكمش على الناس بتسرع غير طبيعي. انت بتلعب قدام فرقه محترمه زي كابتن عماد النحاس والمقاولين العرب اللي نوعا ما معاه سكواد كويس يخليه ان هو لحد دلوقتي بينافس على وصول افريقيا. الراجل عنده نص ملعب ممتاز في ابراهيم صلاح وفي محمد مجلي، ومفترض يعني ان هو بيدعم قدام بسيف الدين الجزيري ولويس باستروزا، ده لعيب ممتاز. وطبعا كريم مصطفى اللي منتظر ان احنا كنا نشوف ان الراجل ده في مكان غير المكان اللي هو موجود فيه، بس مع الاسف الكوره مش دايما المواهب اللي بتكون طالعه من بعيد هي اللي بتكون ليها الدور الاقوى. عايز اقول لك ان انت بتلعب فرقه ممتازه، فرقه مفترض ان هي بتعرف تقف على رجليها، بس انا كان مشكلتي مع عماد النحاس وكابتن عماد في المقاولين العرب ان هو بيظهرش على حقيقته وعلى مدى قوه خط النص ومدى قوه الخط الهجومي غير لما بيلبس الهدف الاول. لما بيكون متعادل بيقرر ان هو انا هلعب كومباكت، هحاول ان انا العب على هجمات المرتده، ودي بتكون مشكله ان انت بتسيب الكوره اغلب الوقت للخصم وبتحاول ان انت تعمل ضغط عليه، بس ما بيكونش ضغط عالي قوي، انت بتعمل ضغط من نص ملعبك وبتحاول ان انت تعتمد على سرعات لعيبتك، واحيانا ده ما بينجحش خصوصا يعني لو انت سايب الكرة قوي ومريح في الثلث الدفاعي زي الشوط الاول. الموضوع كان صعب جدا، الاهلي عمل عليه جيم ممتاز، الاهلي كان حرفيا قاعد بيتمرن كل لعيب بيظهر لموسيماني ان انا يا عم بيبص عليا وشوفني. قفشه كان عامل شوط نوعا ما كويس، وحته مجدي قفشه دي لو دورت عندي في القناه هقول لك ان محمد مجدي قفشه بتاع اول خمس ست مباريات بيديهم لك 10 على 10، وبعد كده بتكتشف ان هو لعيب طبيعي جدا وعادي جدا وصانع العاب لا يرقى ان هو يلعب في النادي الاهلي، بس مع الاسف اتخدعت انت في اول اربع خمس ماتشات ليه، صح؟ البس بقى يا معلم. عمرو سولية وحمدي فتحي، عايز اقول لك حاجه، انا من الناس اللي كنت بقلل جدا من دور كابتن عمرو سولية، بس الفتره الحاليه عمرو سولية هو واحد من نجوم الفرقه المتميزين جدا بجانب محمد الشناوي، والراجل فعلا لما بيغيب بيكون مؤثر جدا. دي حاجه طبيعيه ان انا بغير ارائي زي خلق الله، ما ينفعش ان انا ابقى ماشي شمال اغلب الوقت وابقى ماشي يمين اغلب الوقت، لا الكوره كده. في لعيب بيقدم ماتشات سيئه لازم تطلع تقول لعيب كان بيقدم ماتشات سيئه، لما لعيب يكون ممتاز تطلع تقول ان الراجل ممتاز وعامل شغله كويس. الراجل جاب ضربه جزاء واحرز الهدف الاول، بس المشكله كلها لما دخلت على الشوط الثاني كابتن محمد الشناوي اشتكى والراجل قرر ان هو يتغير. سيبك من حته ان احمد فتحي بيلعب شمال دي وان هو مش مؤثر قوي فيها، ومفترض يعني ان كان كهربا يشيله، بس عادي الكلام ده طبيعي وبيحصل، خصوصا يعني انك البطوله دي مخلصه. هي كل ميس المباراه ان في لعيب عايز يقول لنفسه المدير الفني الجديد، والمدير الفني الجديد بيتعرف على اللعيبه، بس المشكله بقى لما بتاخد المباريات دي وبتحاول ان انت تطلعها بره اطار الملعب، وبتحاول ان انت تعمل حاجات وهميه وبطولات وفي شغل حلو بالراحه وبالمنطق وبهدوء. كل اللي بيحصل ده مباراه تعارف، حتى لو الفرقه كسبت الفرقه خسرت، كابتن علي لطفي نزل خربها او كانت الكره اتحسبت ضربه جزاء، بس كهربا ابن النادي وكهربا هو اللي بيروح يعترض على الحكم يقول له تعالى يا كابتن ارجع للفار، ما بالراحه يعني هو بامر كهربا، مش في ناس بيكلموه في السماعه يقول له تعالى معلش ارجع الكره دي بص عليها مره والتانيه، بس كهربا هو اللي بيروح يجيب الحكم ويقول له بص عليها يا كابتن بص عليها، وبيعرف ياخد حقه كويس. طب لو الكوره كان فيها ضربه جزاء وكان الفار بيقول له الكوره محمد سالم وفعلا مزقوق من ياسر او مزقوق من حمدي فتحي، مع ان الكوره كانت فاول من البدايه على محمد سالم، وحتى بيتهيألي الزقه دي ما تتحسبش، بس عادي يعني احنا في مصر بنشوف قانون جديد وبنشوف حكام جديده. سيبك ان هو ضربه الجزاء الفار هو اللي روح شوفها، هل ساعتها كهربا كان بيقول له كابتن كابتن في ضربه جزاء روح شوفها؟
بالعقل والمنطق انا عارف ان العقل والمنطق ده بيتعب، وعارف ان العقل والمنطق ده احيانا بيخلي الناس تتكلم عليك ان انت زملكاوي، بمجرد بس انك بتتكلم مع الناس بكل هدوء وبكل منطق وتقول لهم يا جماعه في ماتشات كنا وحشين فيها، يا جماعه انا مش ان انا اهلاوي وبحب النادي فلازم كل مباراه اطلع اقول الفرقه حلوه وموسيماني حلو والنادي حلو والكيان حلو، لا انا مستفزر يا عم الحاج، انا طالع اقول لك ان في ماتشات بنلعبها كويس وفي ماتشات ما بنلعبهاش كويس، الموضوع سهل وبسيط، عملنا شوط اول عظيم، عملنا شوط ثاني جيد نوعا ما والريتم انخفض والتغييرات نزل ما اضافتش اي حاجه علشان خاطر كابتن مروان محسن، مع احترامي مش محتاج دفعه من موسيماني او دفعه من اي حد لان الراجل خلاص مستواه لا يرتقي ان هو يكمل في النادي الاهلي. كابتن وليد سليمان برضه راجل سنه كبير ومفترض ان احنا نكون بنديله على فترات، يعني طبيعي جدا ان احنا نديله في الفترات دي، واليو ديانج عادي ان انت هتديله فرص شويه عادي يا جماعه، كل اللي حصل النهارده حاجات طبيعيه، ما نقعدش بقى ان احنا نحطها في اطار غير طبيعي، الماتش كله كان حاجه سهله جدا، بتحاول ان انت تكسب علشان خاطر تحافظ على التيمه بتاع الفرقه، ما تخسرش مع مدير فني جديد فكل حاجه تبدا الشك والقلق والكلام ده، الحمد لله كسبنا، بنحاول ان اللعيبه تثبت للمدرب ان احنا نستحق مكان في التشكيله الاساسيه، وبص عليا شويه وصالح اخوه ما عملهاش برضه. بص هي مشكلتي مع صالح ان هو مش لعيب مش ملتزم، فكده كده موسيماني هيقعد معاه اسبوعين ثلاثه ويفهم التيتا ان هو الراجل ده بدنيا مرهق، بس برضه بدنيا دي لو ركزت معاها تلاقي ان فرقه الاهلي بدنيا اخر سنه ونص تحديدا الفرقه ضايعه جدا بدنيا، الفرقه بتلعب شوط وبتقع شوط، ودي حاجه بتمنى من جهاز موسيماني ان هو يعالجها بسرعه، احنا محتاجين مدرب الاحمال يشتغل مع اللعيبه اللي موجوده حاليا بقسوه كبيره جدا علشان خاطر اللعيبه دي مفترض ان هي تحاول تقف على رجليها المباراه الجايه في افريقيا، واتمنى ان هو ما يلعبش محمد الشناوي مباراه بيراميدز، واتمنى ان هو يريح محمد الشناوي ماتشين ثلاثه عشان خاطر الراجل مجهد ومش قادر، فحتى لو حصل اي حاجه في الدوري ممكن تضيع التيمه بس ما تضيعش اللعيبه. المباراه كانت سهله وكانت بسيطه، مش محتاجين ان احنا نطبل لحد عشان ناخد رد حد، كل اللي بنقوله ان احنا بنتكلم بالعقل وبالمنطق، لو انت مش عاجبك العقل والمنطق فبر اعمل اللي انت عايزه علشان خاطر لا كلامي على موسيماني هيأثر في حاجه ولا كلامي الايجابي هيقول ان انا راجل بطبل حلو عشان انا مش سيف زاهر مع الاسف تاني مره.